الرحمن الرحيم. أيها الأخوة، نرحب بكم في الملتقى الثالث لمتقاعدي الحرس الملكي في الطائف الذين كانوا متواجدين على العمل قبل 1411، فنرحب بالجميع وحياهم الله في هذا الملتقى. وبندر، نرحب بك في الملتقى الثالث، عندك كلمة تقولها شيء؟ يا مرحبا بك يا سعد سعيد واخويانا كل ابوهم العموم، والله يحييكم واسعد الاوقات اللي ليمتنا طول عمرك بعد ما فرقتنا الدنيا لي 30 سنه و40 سنه وجمعتنا اليوم. والله يعطيكم العافيه، تجمعون دائم على المعزه والكرم والجود، والله يخليكم جميعا. ابو مشعل الزميل سلطان بن عوين العتيبي، هل من كلمه عندك ابو مشعل؟ والله الكلمة، أول شيء نشكرك يا أبو تركي جزيل الشكر، أنت لك جهود طيبة في هالملتقى، ونحيي بأخويانا اللي حاضرين، والله يوفقكم مشكور، كل ما تسويه لأخوياك وربعك شيء مجمل، وأنت رجال مجملنا الكل، والله يعافيك ونشكرك. الزميل مطلق بن سعد النفيعي، هل عندك كلمة يا أبو سعد تقولها بمناسبة هذا الملتقى الثالث المنعقد في مكة المكرمة لأخويانا المتقاعدين؟ بسم الله والصلاة والسلام عليك رسول الله. ما عندي ولا كلمة بعدك يا أبو تركي إلا كلمة فرح وسرور بزملائنا وحضورهم، ألا هذا يبلجنا وينفعنا نفعها لا توصف، وأرجو من الله ومن الباقين اللي في الطريق إن شاء الله أنهم يوصلون بالعدد اللي يفرحنا، وأسأل الله أنه يجمعنا اليوم وكل يوم على الخير والمسرات. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. أيضا نلتقي بالزميل محمد بن سعد الأسمري، رئيس رقبة متقاعد، فنرحب باسمي واسم الحضور. وهل يا أبو سعد عندك كلمة تحب أن تقولها بمناسبة هذا الملتقى الثالث لمتقاعدي الحرس الملكي؟ يا مرحبا ويا مسهلا وحياكم الله جميعا، وشكرا لك يا أبو تركي، والله يعطيك العافية. وعند الحقيقة ملتقى لا يوصف، وهذا الشيء اللي احنا نتمناه، أن نجتمع في هذا المحل المبارك، محل أخينا وزميلنا وحبيبنا تركي منسي الحارثي، وبيض الله وجههم جميعا الحاضرين، وشكرا لكم، ألف شكر لكم، وعسى الله يجمعنا وأنتم على خير إن شاء الله، والسلام عليكم. أيها الإخوة، لا يفوتنا أن نشكر الزميل تركي بن منسي الحارثي الذي استضافنا في هذه الاستراحة الجميلة، فله من الجميع كل الشكر والتقدير، والله يعطيه العافية وبيض وجه أبو منسي. أيضا لا زلنا في مقابلات مع الزملاء المنضمين الآن، الله يحييهم ترحب السيل، نلتقي بأحد الزملاء الذي لنا عنهم ما يقارب 30 عام، زميلنا صالح بن عبد الله الزهراني، نرحب به في الملتقى الثالث لمتقاعدي الحرس الملكي الذين كانوا على رأس العمل
قبل أزمة الخليج الأولى قبل 1411. فباسمي واسم الجميع نرحب بالزميل صالح بن عبد الله الزهراني. مرحبا، ترحب السيل يا أبو عبد. سلمكم الله، والله يسلمكم، والحمد لله رب العالمين إن قابلنا هذه الوجيه، ونحمد الله ونشكره والله إنها من يعني أبرك الساعات إن واجهناكم قبل أن نغادر الحياة. هذا اللي عندي، وصلى الله على محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. ونرحب بالزميل الحبيب القريب أبو حامد محمد بن حامد الحارثي، زميل سابق وعزيز. فأهلا وسهلا بك أبو حامد، وهل لك كلمة بهذه المناسبة في هذا الملتقى؟ أولا الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. الحمد لله الذي جمعنا في هذا الليلة المباركة، ونسأل الله لنا ولكم العافية، ونشكر في البداية من كان له الأثر في الجمعة هذه، وهو الشيخ سعد بن سعيد أبو تركي، وبيض الله وجهه ورحم الله والديه. والتعبير عن شعورنا في هذا اللحظة صراحة لا يوصف، شعور اجتماع أخويا بعد 30 سنة، بعد 25 سنة، صراحة لا نقول إلا شكرا يا سعد، شكرا شكرا، والله يجزاك بالخير. أيها الإخوة، لا زلنا في أخذ مقابلات مع الزملاء، فحياهم الله وبياهم في هذا الملتقى الثالث. فباسمي واسم جميع أهل الملتقى نرحب بجميع من حضر، وحنا في بداية الحضور نرحب بالزميل الذين افتقدناه منذ 25 عام، الزميل محمد بن ماجد البقمي، أحد مشايخ قبيلة البقوم، فحياه الله وبياه في هذا الملتقى. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أول شيء بارك الله فيك أبو تركي، والحمد لله الذي جمعنا حنا وزملائنا بعد سنوات، ونسأل الله يوفقنا لمحبه ويرضاه، وإن شاء الله ما بآخر اللقاء لنا إن شاء الله، ويجمعنا والله وإياكم على طاعته. السلام عليكم ورحمة الله. مقابلات مع الزملاء، ففي زميل عزيز الزميل سلطان ابن محمد الغنامي البقمي الذي لنا عنه ما يقارب 28 عام. نرحب باسمي واسم الجميع كلهم بهذا الوجه الطيب، فحيا الله أبو محمد، ترحب السيل. أبو محمد، كلمة بمناسبة هذا الملتقى، الله يعطيك العافية. الله يسلمكم ويبيض وجيهكم على ملتقاكم، وأن هذا الملتقى يشرف الجميع، ومقابل الأخوية يشرفنا والله، فبيض الله وجيهكم، بيض الله على اللي قايمين بالكلام هذا، وهذا والله يشرفنا ويسعدنا، والله يوفق الجميع. أيها الأخوة، من لا يشكر الناس لا يشكر الله. الشكر أول شيء للأخ تركي بن منسي الحارثي على هذه الاستراحة الجميلة والفاخرة الذي استضافنا فيها، ونشكر الزميل مطلق بن سعد النفيعي على ما قام به من جهود، ونشكر الأخ محمد بن سعد الأسمري على جهوده التي قام بها. نسأل الله أن يوفق الجميع لما يحبه وأرضى، ونرحب بالأخوان المنضمين حديثا، وأترك الميكروفون مع أخي وحبيبي وصديقي ورفيق دربنا أبو سعد مطلق بن سعد النفيعي. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. هو نشكر أبو تركي على هل الاحتفاء والتكرم بالاستراحة المباركة، الله أنه يوفقه ويسر أمره إن شاء الله. ثانيا أقول أبو تركي أشكر أبو سعد، أنا ما سويت شيء إلا خدمة للزملاء، ومن حضر عند الزملاء، لأن الأمور هذه مطلوبة مني، ولا أشكر السرعة عليها، لأن يستهلون من الرجال كلهم يستهلون واحد واحد، لا كبيرهم ولا صغيرهم ولا اللي ضيفنا بعد عندهم، وأسأل الله أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه. السلام عليكم. عالم مثل الدموع عامر بيتها، في ليلة كان
الله الرحمن الرحيم، نعود لكم مرة أخرى لنستأنف اللقاءات مع الزملاء المتقاعدين الذين لنا عنهم ما يقارب 25 سنة أو أكثر أو 30 سنة أو أكثر. نلتقي بأحد الأخوة المميزين والأخ الإعلامي وأحد الزملاء أبو مازن عيضة حسن القرشي، ونقول له الله يحييك أبو مازن في هذا الملتقى، ونريد من كلمة بخصوص هذا الملتقى، فتفضل أبو. السلام عليكم ورحمة الله، مساكم الله بالخير جميعا. الحمد لله، هذا الملتقى السنوي الحمد لله من أخوانا المتقاعدين، اللهم لك الحمد والشكر، وهو الملتقى الثالث. نحمد الله ونشكره على هذا اللقاء، يجمعنا بناس أفاضل خدمنا معهم سنين كثيرة، ما يقارب 30 سنة، منهم الموجود ومنهم من توفى، ونقول للمتوفين رحمكم الله، والموجودين الآن فيهم الخير والبركة، ونقول إن شاء الله يدوم هذا اللقاء دوما وعلى المحبة وعلى اللقاء بإذن الله تعالى. لا يسعني في هذه اللحظات إن أنا أشكر جميع من حضر لهذا الملتقى، من حضر لهذا الملتقى هو ساهم في نجاح هذا الملتقى، ملتقى يخص الجميع. أشكر أيضا اللجنة القائمة على هذا اللقاء هذا الملتقى، وأقول لهم شكرا لكم، وعلى من قام ومن سعى ومن ساهم في بذل مجهودات في هذا الملتقى، نقول لهم شكرا لكم، وشكرا لجميع من حضر، وحياكم الله جميعا. مازن، ونستأنف اللقاء مع زميل عزيز الأخ فوزي بن محمد عسيري، ونقول له ماذا تقول في هذا اللقاء يا أبو محمد؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى أهله وصحبه أجمعين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا، الحمد لله على كل حال، الحمد لله اجتماعنا اجتماع طيب، اجتماع فيه الزملاء قدامى تواصلنا مع بعض، ولله الحمد والمنة. نتمنى دوام التوفيق، ونشكر جميع من قام في اجتماع هذه الحفل الكريم، نسأل الله العلي القدير أن يجعله اجتماع خير بإذن الله، وأن يعمه على جميع المسلمين، وكل عام وأنتم بخير، والحمد لله رب العالمين. نعود مرة أخرى ونرحب بضيوفنا الذين لا زالوا يتوافدون على هذا الملتقى، زملائنا المتقاعدين الله يحييهم ترحيب السيل، ومن معنا الأخ عايض بن سعيدان البقمي، أخ عزيز وغالي لنا عنه ما يقارب ربع قرن، أظن 25 سنة أو أكثر أو 26 سنة، فنرحب به في هذا الملتقى. الله يحييك يا أبو سعيدان ترحيب السيل، عطنا كلمة لهذا الملتقى. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. أول شيء نشكر الله، ثم نشكر أخويانا اللي قاموا بهذا الحفل ودعونا، ونسأل الله لهم العافية والصحة وصلاح النية والذرية، والله يعطيكم العافية، والحمد لله حمد الشاكرين. أيضا نرحب بالأخ عطية قابل الحارثي، وهم المتقاعدين حديثا، فمرحبا به. كلمة يا أبو نايف في تخص هذا الملتقى. أهلا وسهلا، حياك الله. السلام عليكم أولا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نشكر سعد سعيد الحارثي خوينا وزميلنا، ونشكر جميع أخويانا اللجنة المتقاعدين والقائمين على هذا الحفل، والحمد لله ما هي إلا تعارف، ونعرف بعض ونسلم بعض شفت الله، ونذكر أيام زمان، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نرحب بالأخ سعد مساعد المالكي النعذري المالكي، مرحبا ترحب السيل. كلمة يا أخ سعد بهذا الملتقى. حياكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الله يمسيكم بالخير، ونشكر أخوانا
على هالجمعة ونشكركم ألف شكر، والله يعطيكم العافية ويوفقكم جميعا، وألف شكر يا إخواني. أيضا نرحب بالأخ العزيز عبد العزيز سالم الزهراني. مرحبا يا أبو سالم، حياك الله، كلمة لهذا الملتقى. بسم الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين. أما بعد، فأنا أشكر هذا الجمع وعلى رأسهم مدير الجروب الذي جمعنا في هذا الحفل الكبير. والله إنه ملتقى روحاني ومحبة أخ لأخ، وذكرنا بأيام زمان، أيام يوم سجلنا في العسكرية، ردنا لأيام الشباب والحمد لله رب العالمين. ويسلم عليهم كلهم أحمد رفاعي يسلم على أخوانا كلهم، والله يعطيكم العافية ودمتم في خير إن شاء الله. شكرا يا أبو سالم، حياكم. نرحب بالأخ غازي بن مبارك، حياك الله يا أبو خالد، كلمة لهذا الملتقى. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أول شيء نشكر اللي قام بهذا الحفل، نشكر جميع زملائنا اللي حضروا، والله يحييهم ترحيب المطر. وهذا والله ما يشرفنا أن نلتقي في هذا الملتقى الطيب، والله يوفقنا وإياكم جميع ما يحبه ويرضاه. أيها الأخوة، نستأنف أتحدث مع الزملاء المتقاعدين الذين بدأوا يتوافدون على هذا المحفل الكبير. نرحب بصاحب هذا القصر ما شاء الله تبارك الله، ونقول الله يبيض وجهك يا أبو منسي، والله يعطيك العافية ويرحم والدينك على هذا الفعل الغانم واللي أنت راعيه دائم. أبو منسي، كلمة لهذا الملتقى نبغاها منك. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أول شيء أرحب بأخوياي المتقاعدين، ولهم بعضهم لهم 30 سنة 40 سنة ما تقابلنا، وهذه أسعد ليلة والله قابلناهم، والمحل محلهم، والله يحييهم تراحيب السيل في منزلي. وأنا والله سعيد بضيوف عندي، أسعد ليلة عندي في هذه الليلة بعد الله جمع المتقاعدين عندي، وهذا اللي عزاز وغالين علي، وهم اللي والله نور العين، خدمنا مع بعض لا يتقارب عن 30 سنة، وأحسن من الأخوان، وأقول الله يحييهم تراحيب السيل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والله لا الشكر، كل الشكر يا أبو منسي لك، شكرا كل الشكر. زملائنا يشكرونك من على هذا الفعل الطيب اللي أنت دائم راعيه، والله يبيض وجهك ويرحم والدينك ويجزاك خير، أنت وأخوانك بيض الله وجهكم، والله يعطيكم العافية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، منسي بن تركي الحارثي، نرحب بالضيوف والمحل محلهم، والله يحييهم أجمعين. صحيحة يعجز الكلام في مثل هذه المواقف، فيشهد الله شهادة حق إنهم نعم الرجال، ومواقفهم مشرفة مع الجميع، والشيء ذا ما هو مستغرب عليهم، وما نقول إلا الله يوفق بينهم ويجمعهم إن شاء الله على خير، ويوفقنا وياهم إن شاء الله. والله يحييكم، وألف شكر على الحضور لحبيبنا اللي شاركنا أفراح المملكة، شرفتنا الليلة، والله يحييهم ويحيي الجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خلاص سوينا خلاص. نرحب بكم مرة أخرى في هذا اللقاء الثالث لمتقاعدي الحرس الملكي، فنرحب بالجميع ونرحب بجميع الزملاء الذين بدأوا يتوافدون على هذا الملتقى. نلتقي بالأخ الزميل العزيز فالح بن فراج العتيبي، ونريد منه كلمة في هذا اللقاء المبارك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أتقدم بجزيل الشكر والعرفان للأخوة الزملاء الفضلاء القائمين على هذا الملتقى، الملتقى الثالث لمنسوب متقاعد الحرس الملكي بالطائف. والحمد لله هذا الملتقى الطيب الذي جمعنا مع زملاء عزيزين وأخوان لنا عشنا معهم فترة طويلة،
انقطعنا عنهم منذ زمن، فنحمد الله على ذلك أن رأيناهم بصحة وعافية وخير، ونقدم لكل القائمين جزيل الشكر والعرفان، والله يوفق الجميع لما يحب ويرضى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نستأنف هذا اللقاء، والحمد لله بدأوا يتوافدون الزملاء المتقاعدين على هذا الملتقى المبارك. لنا زميل تقاعد قبل يمكن 30 سنة، نرحب بالأخ أبو ماجد رشيد بن هريسان العتيبي، ونريد منك يا أبو خالد يا أبو ماجد كلمة لهذا الملتقى. صلوا على النبي، صلوا على النبي. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على شرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فرصة سعيدة اللي لمتها الوجيهة الغالية بعد طرز زمن، ونحمد الله سبحانه وتعالى على التوفيق المبارك، ونشكر جميع من أمر بالأمور هذه وجمعكم، وأنه فرصة تعزنا لجل نتبايح بعضنا من بعض ونتشاهد بعضنا من بعض، جلنا على قيد الحياة، ونرجو من الله ثم منكم أن كل بشر يسامح جميع ما تعلقت به الخوف العسكرية والمعرفة. والله باحكم أقصاكم وأدناكم، حيكم وميتكم، في جميع ما حصل منكم من علم يثر على الإنسان في حياته وفي مماته. وثاني، ما أدري وش أقول في اجتماعكم هذا، فرصة ما حد يسواها قبل الوقت هذا، وإنهم ما يعزنا ويرفع مقامنا إن شاء الله عند الله، وإن المحبة والرفقة والتكاتف والوجيه الغالية واجتماعكم هذا إن سعادة لكم ولنا كلنا. فأرجو منكم أنكم تطاوعوني لكم، عندي عزيمة في الطائف، جميع من حضر ومن غاب، وسلامكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يبيض وجهك يا أبو ماجد، وأنت راعي العلم الغانم دائما، وانت من المضيفين الليله ترى، وانت ما هي غريبه عليك ابو خالد. الله يبيض وجهك، الله يعطيك العافيه ويبيض وجهك. الله وسلمنا على بعض وتعرفنا تبايحنا. الله يسعدك. اليوم فرصه والله انها ترفع مقامنا، والناس تنظر علينا. الله يسعدك يا ابو ماجد، انت راعي العلم الطيب. الحمد لله ان شفناك الليله بخير، نحمد الله ونشكر ان شفناك بعد سنين طويلة. اللي جمعنا في المحل ذا يجمعنا في المحل. ولك ويانا اللي كانوا معي في النقعة، أرجو من الله ثم منهم إذا جاهم مني أي زلة أو خطأ أو بعضات الأمور والعسكرية، والعسكرية تجبر الإنسان على شيء ما يباه، ولا يقدر الإنسان يتغاضى فيها لو أنها مضرة. فأرجو أنه يسامحني من قلب الناصح ومن خاطر الناصح ومن عمق طيب، والله طيب أعمالكم في الدنيا والآخرة، والسلام عليكم. أيضا نلتقي بأحد الزملاء الأعزاء من أعمدة الزملاء في الحرس الملكي، ومن الناس الوافين، ومن الناس الذين لا نستغني عنهم ولا يستغني عنهم زملائنا، رجل فيه كل المقومات، أبو فواز فهد بن حامد النفيعي. مرحبا يا أبو فواز، ترحب السيل في هذا الملتقى الذي فرحنا بوجودك فيه، بوجودك فيه. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. نشكر جميع القائمين على هذا المقام المبارك، ونشكرهم بحسن التعاون، ونشكر الله سبحانه وتعالى في هذا الاجتماع، اجتماع مبروك ومن سعى فيه الله يبارك فيه، ونشكر القائمين على هذا المقام، وصلى الله على نبينا محمد. هدايما نفرح يا ليت
سريتها أيها الأخوة، نستأنف المقابلات مع أعضاء الملتقى ملتقى المتقاعدين الثالث، ونرحب بالزميل العزيز الأخ الذي انقطع عنا من فترة طويلة، الأخ عوض دخيل الله الحارثي. أهلا ومرحبا بك يا أبو تركي، وكلمة لهذا الملتقى. الله يعطيك العافية. أولا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، كما نهني جميع الزملاء على هذا الملتقى، كما نهني برضو الأسرة على اللجنة المنظمة اللي هم محمد سعد الأسمري ومطلق سعد على مجهودهم الخاص، ونهني جميع الزملاء في هذه الليلة المباركة. مساكم الله بالخير جميعا، حياكم الله. نحمد الله سبحانه وتعالى اللي جمعنا للمنطقة الثالث ونحن في صحة وعافية والحمد لله. نسأل الله العلي العظيم رب العرش العظيم أن يشافي من كان معنا العام الماضي وبسبب المرض مقعد الآن في البيت، هو خوينا سعيد الجعيد، ونترحم على من فقدنا، والأخ حامد علي برضو من المقعدين في البيت بسبب المرض، نسأل الله لهم الشفاء العاجل. وأحمد رفاعي طبعا في مجموعة ما حضروا الليلة، اللي هو أحمد رفاعي بسبب أنه منطقة بعيدة ولا يقدر يحضر، ويبلغكم جميعا سلامه، وأيضا عوض الله القرشي ونوح حسن، ذكرونا يا شباب، وأحمد عبد الله الزهراني وهزاع مهيزع وسالم غازي وعمر ساعد وابراهيم سالم، لا اعتقد ابراهيم سالم مرتبط في عزومه اخرى، عبد الرحيم عبد الله المالكي برضه. طبعا جميع اخواننا اللي ما حضروا الليله، طبعا اللي حضروا الليله نشكركم على حضوركم، وانتم السبب في نجاح هذا الملتقى. جميع من حضر الليله هو سبب في نجاح هذا الملتقى. المنطقة إذا ما تعاوننا فيه جميعا وتكاتفنا لن ينجح الملتقى. وأنا أعتذر عن العام الماضي، قلنا بعد 6 أشهر، ولكن لبعض الظروف ما قدرنا أن نقيمه في الوقت المحدد اللي كنا متفقين عليه. الحمد لله اللي التقينا الليلة في هذا المكان الطيب، وجميع لقاءنا كان في طيبة طيبة الحمد لله في مكة، والحمد لله أم القرى ما شاء الله تبارك الله. ونشكر أخوانا اللي في مكة اللي قاموا بمجهودات كبيرة وعظيمة، نشكرهم جدا، المطلق سعد ومحمد سعد ومجموعة من الشباب، وتركي منسي نشكرهم باسمي واسمكم جميعا. صاحب هذا المحل نقول له جزاك الله خير على تقديمك هذا المكان لنا، وما هو مستغرب عليه، وهو رأي كرم ووفاء. طبعا الكلمات والله تعجز قدام هالرجال، ولكن فيه اللي عنده مشاركة ويبغى يشارك بشيء، قصيدة أو شيء عنده مقترح للملتقى، ياليت يحضر لنا أو يسجل اسمه. وحياكم الله جميعا. طبعا في قصيدة من الأخ قطين، وفين قطين؟ خليك مكانك. الله يمسيكم بالخير واسعد الليالي الليلة، والله من اجتمعنا بهالوجهة الطيبة، والله أن جمعتنا بكم أن تسوى عندنا عيد الليلة، والله يحييكم عند اخوياكم وعند بعضكم، هي كلها عزيمه الجميع، كلهم مشاركين فيها، ونسعد اللحظات اللاله. وعندي مشاركه بسيطه ان شاء الله تنير على اعجابكم.
باسمي وباسم مرتب الحفل ترحيب، والله يحييك بتحايين جزيلات. باسمي وباسم مرتب الحفل ترحيب، والله يحييك بتحايين جزيلات. ويا مدرج الدلة ويا حامل الطيب، قم ديرها للي تحل الصعيبات. أهل الوفا والطيب وأهل التراحيب، أهل الوفا والطيب وأهل التراحيب. عرابت الخوة سنين طويلات، ما تنسي أهل الكرم والمواجيب اللي قضيناها شهور وسنوات. مع الرجال اللي تعرف المطالب، مع الرجال اللي تعرف المطالب، اللي لهم في الطيب صوله وجولات. عز الخوي ما فيه شك ولا ريب، وعينه يشيلون الحمول الثقيلات. والكل من خطط وشارك بترتيب، والكل من خطط وشارك بترتيب. شكرا يساوي كل حجم السماوات، ونشهد ان كل تخطيطه مصيب. اللي جمعنا من جميع اتجاهات، دام الخبر جاني على الفور بجيب للجمعة اللي تشرح الصدر بالذات. دام الخبر جاني على الفور بجيب للجمعة اللي تشرح الصدر بالذات. لساري وخويا زماله وصاحيب، وشلون ما جي والنوايا سليمات. ويا الله يلي تعلم السر والغيب، تلطف بحال اللي شكوا من معانات. ويا الله يلي تعلم السر والغيب، تلطف بحال اللي شكوا من معانات. وسلامتكم. صح لسانك. طبعا في كلمة عند الأخ فالح. الأخ فالح وين؟ أبو صالح. عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير. بلا شك هذه هي اللحظات، وهذا الاجتماع الطيب من أسعد اللحظات اللي نعيشها في حياتنا، أن نرى هذه الوجهة الطيبة، أخوة عشنا معهم فترة طويلة حقيقة. بعضهم من وجدنا قبلنا في العمل، واستفدنا من توجيهاتهم وأرائهم ونصائحهم، وبعضهم من أتى بعدنا وتزاملنا احنا وهم فترة طويلة. حقيقة يصعب وصف شعورنا الليلة ولقانا في هذه الساعات الطيبة بهذه الوجيهة النيرة. أسأل الله العلي القدير كما جمعنا في هذا المكان أن يجمعنا في ظل العرش يوم لا ظل لا ظله. ونترحم وندعو لإخوان وزملاء عز علينا فقدناهم، كانوا من ضمن زملانا سواء من فقدنا بعيد أو قريب، وكذلك بعض الأخوة الأعزة الزملاء الغالين الذين منعتهم ظروفهم الصحية عن حضور هذا الملتقى. ونسأل الله العلي القدير لهم الشفاء العاجل، ونوفق الجميع لما يحب ويرضى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا أبو صالح. طبعا قبل العشاء كان والدنا الشيخ بن هريسان كان عنده كلمة كانت مسجلة فقط على الكاميرا، ولم البقية ما سمعناها، وياليت أن يعيدها لنا ونسمعها. مساكم الله بالخير جميع، مساكم الله بالخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فهذه فرصة سعيدة إن شاء الله تدربنا من الله، اللي جمعنا حنا وياكم وشاهدناكم ألالة وسابقا ما ندري وش حصل بيننا، والعسكرية تفهمونها مثل الضلع اللي لا طاح على الإنسان ضره، وبعض الناس يتجهد فيها ويمكن الخطوات تجي وبعض من المشاحنات تجي، ولا في أحد سالم منها، لا أنا ولا أنتم ولا أقصاكم ولا أدناكم. لكن مع اجتماعنا الليلة أرجو من الحاضرين في التسامح ما بيننا والمحبة في قلوبنا، وما راح إن شاء الله تسمحون فيه.
فأبرك الحجات. أولا أقول الله أنه بايع جميع من أخطأت علىه ومن أخطأ علي في المسلك العسكري والإنسانية وبعيد وقريب الحي والميت، ويرضى على في الدنيا والآخرة. ثاني والله أني سعيد بمقابلكم اللالة وتسامحي معكم، والله أنها فرصة أني لو بخسر جميع ما معي أنه هو أنه ما هب شيء في مقابلكم اللالة وحضوري معكم. ثاني أعزمكم وحي بالحاكم تعطوني موعد في الحوية تقدير لكم وكرام لكم وسلامكم. قلوا تم، قلوا تم. اسمحوا لي بكلمة بس واحدة. كان عندنا خوي غالي رحمة الله عليه، رحمة الله عليه، منكم من يعرفه ومنكم من لا يعرفه، أباكم تدعون له بالجنة، اللي هو نفل الحارثي، الله يجعله للجنة، الله يجعله للجنة، الله يجعله للجنة. هذا قام معنا في التدريب وستر على إنسان أصقع أصم ما يفهم شيء، كتبناه بأشكالها تزوير، وتزويرها مني عند حي الظافر، هذه حي ولا مات. وجينا في التدريب وبعض من الضباط صف الضباط يتضايق منه ويشرس هاك الحينة، والرجال قام مقام الصمايل يستر عليه، والأمور لأن الله فرج له وبداله رزقه وكتبنا له تقعد وراح. نقول الله أن يسكن هالجنة في سيح جناته وسلامكم. ادعوا لك كلكم يا إخواني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وترى كلام يولا جزاك الله خير يا أبو بن هرسان، الله يعطيك العافية. يا الربع أبغى أقول لكم معلومة في خاطري، أنا أحبكم كلكم جميعا، لكن الرجل هذا اللي معزة غير، أبغى أقول لكم ليش كلكم تحبونه. أنا كنت في مركز التدريب توي أولاد ذيك الأيام، ويخاف علي صراحة 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 كان يخاف علي، الله يجزاه بالخير. وكان في العصرية هذه أحب الكورة وأبغى أطلع ألعب كورة، المناوبين الثانيين فيهم بعض الله يستر عليهم، ما لا رحت طلبت رخصة منهم، لا ما أتركهم، بس لا طلبت رخصة منهم قال لي نص ساعة ساعة ما مدينا نروح الخالدية وأرجع وأنا بلعب كورة. الرجال هذا اللي جيت استرخص منه الله يسعده، شوف مقابلني وانا دائما اذكره بالخير سواء موجود ولا مو موجود، يحط المركه فابطه هنا يا قرشي تعال تعال. ايه انا بقلد صوتك يا ابو بن هرسان لا تزعل علي. يا قرشي تعال 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 اطع على رجولي اطع على رجولي يا بن هرسان بروح العب كوره. أنا مشغول بروح ألعب كورة وهذا يقول وطع لرجولي. بس الله يسعده والله ما كان يحدد للرخصة زي غيره. وأنا والله أحبكم كلكم جميعا. طبعا نبغى كلمة من الأخ فهد بن حامد وضروري يقول لنا كلمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحمد الله على هذا الاجتماع المبروك الليلة، والزملاء اللي قايمين على الشيء هذا قاموا صح وصحيح، ونشكرهم على ذلك، ونشكر الله يوم انهم جمعونا من كل قطر، اللي في مكة واللي في جدة واللي في الطائف واللي في الديرة واللي في كل محل، وشكر لا بعده. فيه أبكلمكم من شان واحد مرة صار عنده عرسين، عرس في مكة وعرس في الطائف، وقال يا أخي أنا مشغول، هو كان عندي في التدريب وقال أنا يا أخي أنا مشغول. قلت إيش عندك؟ قال يا أخي في عرس في الطائف وعرس في مكة. قلت أما العرس اللي في الطائف أنا وزملائي هنا نكفيك فيه. قمنا حنا بالحفل وعشينا جماعته وسوانا الخيام، ويوم تعشى وسرى خليق الله إلا هو جاي دوب جاي من العروس. ها قال والله أبشرك اللي في مكة أنا هنا. قلت ها حنا اللي في الطائف أنا هنا، وكان في حارة الحميدان، وكنا كانت خوتنا زينة ولا زلنا خوتنا زينة ولا زال اجتماعاتنا مبروكة، والله يبارك في من سعى في الشيء هذا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، سامحونا كان جاء منا خطأ.
احسنت. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أول شيء الله يوفق اللي يجمعونا هالليلة المباركة، وثاني شيء أخواني نوصيكم بتقوى الله سبحانه وتعالى. حنا الآن جاء عمر التقاعد، وعمر التقاعد إن شاء الله يستغلها الإنسان في طاعة الله. ما ندري الموت متى يفاجئنا كل أبونا، ونسأل الله يحسن الخاتمة. الشيء الثاني يا أخوان، ترى في حقوق للعسكريين. الرجل اللي خدم من 32 وتحت، يعني 32 31 لهم إعاشة. اللي ما درى يدري، ناس من خويانا، أنا قدمت واحد من خويانا، أنا قدمت واحد من خويانا الآن معاملتي إن شاء الله رايحة وبيصرفوا له. وفي اللي من قبل 32 وتحت، من قبل 32 وتحت، يعني 32 31 لهم إعاشة، يقدمون على شؤون متقاعدين في الحرس الملكي. لحظة، يقدمون على شؤون متقاعدين في الحرس الملكي. واحد استلمها من زملائنا، واحد الآن معاملته ماشية في الطريق، إن شاء الله بيجي. وسلامتكم. هي الحرس تقدم على شؤون متقاعدين في الحرس الملكي، لا في الرياض، شؤون متقاعدين الحرس الملكي في الرياض، في الرياض ما في جدة شيء. لا 32 وانت نازل، 31 32 من 33 وجاي ما له شيء يقولون، وانا ما ادري. ها لا، عام 32 وانت نازل. يا الربع الصوت بالله لا سمحت من الصوت عشان نستفيد جميعا. طبعا هذه معلومة ولا استفدنا منها، نصنا ما استفد منها. يا الربع الصوت لو سمحتم، يا محمد يا صالح بالله الصوت يا شباب اللي بيسلمون على ماله. يا الربع فهمتم كلام الرجال اللي قاله؟ طيب السوالف عشان احنا فين يقدمون بالضبط؟ فين يقدمون؟ هي عام 1432، يعني 31 30 29. انا كلمت رجل يقول لي شيء يجيني يقدم شؤون المتقاعدين في الرياض، في الحرس الملكي، هي عاشة. كم يا محمد؟ هي تبدا من 500 ريال وما ادري عاد كم الثاني. 500 فيها كل سنة 6000. 33 و34 و35 و36 و37 و38 ما لهم شيء. مطق بن سعد ولو سمحتم. طبعا انا صرت معقب يا الربع، اذا اللي عنده معامله يبغى يسويها خاصه في العاشه هذه انا اعقبها. خلاص يلا اخذ 10%. بيض الله وجهك ابو دوخي. طبعا الكلمه الان مع الاخ مطلق بن سعد ولو سمحتم الانصات. مساكم الله بالخير جميع. يا اخوان لحظه لو سمحتوا، يا اجمل مساكم الله بالخير جميع. لا لا لا، ليش واقف؟ ليش ليش؟ عسكرية تركناها طول السنين. مساكم الله بالخير جميع. أول شيء يشرفونا كبار الحرس الملكي اللي حضروا زملائنا، الله يحييهم وشرفونا بمجيهم ونسونا بحضورهم. ثانيا أحب أتكلم عن حاجتين. زملائنا اللي يجي عليهم بعض الامور الدنيا هذه الله يعطينا خيرها، فالجروب مفتوح لفاعل خير من تقاعدين الحرس الملكي الزملاء اللي حاضرين، فمن يقدر يساهم
فجزاه الله خير اللي ألقى الكلام هذا على الجروب، فحنا زملاء وإذا ما وقفنا مع بعضنا الدنيا هذه مارت علينا كلنا. والثانية أبناء زملائنا اللي تزوجوا، وإن تزوج أحد منهم تقاعدين يمكن ما يقعد من أحد، نجي كلنا. أما الأبناء فاللي يستطيع الحضور، سمعت ولا لا؟ أنا سبق وتزوج ابني وأبناء أحد زملائنا، بعضنا حضر وبعضنا ما حضر، وهذه ما هي إلزامية. إن حضرت أنا عند ابنك الأول وإن حضرت عند ابنك الثاني ولا حضرت عند ابنك الأول ما هي بإلزامية. اللي يلقى فرصة يشرف خويه، ما هو بالدعوة الأمور المادية. أنا جاني من أخويانا تقريبا 25 أو سمعت ولا لا، أفرحوني وشرفوني سمعت ولا لا، وسبق وقدرت أروح الواحد أو اثنين وبعضهم ما قدرت أروح له سمعت ولا لا. ومن بعد هذا الملتقى أنا أقول المتاحة الفرصة للي يقدر يشرف زميله إذا جت دعوة على الجروب. الدعوة تجي على الجروب، ما تجي خاصة، تجي على الجروب دعوة في تاريخ كذا كذا يوم كذا كذا، من حب يشرفنا حيه الله. وأنا أقول إنها الأمور مفتوحة للجميع سمعت ولا لا، حسب الاستطاعة، ولا أحد يزعل على أحد إن حضرت وما حضرت. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هلا الاجتماع وما الاجتماع هذا بيكون في الصيف حسب ما اتفقنا العام، في الصيف يكون في الطائف وفي الربيع يكون في مكة سمعت ولا لا. وإن شاء الله إن سمعت ولا لا، وبأمر الله إنه يكون مستمر. من شرع اجتماع على هذا الاستراحة والعشاء والأمور هذه، احنا مستعدين بنجل الفرحة. فهمتنا كيف كلامي؟ تدرون عنه شنو؟ أقول جميع ما فعلت ولا لحنا ترانا مشتركين فيه. يا اللي حضرنا، أنا يا واحد عرب والدراهم عنها بمخباي واللي تبغى علموني فيه، وسلامكم أكثر ولا أقل أعلمونا. شوف المسؤول ونعطيه، علموني بالمسؤول يجيني وبس. طيب هذا يقدر شيء. دقيقة. يا أبو ماجد أنت راع الأولى، وأنت وزملك اللي أبوك مهل الأولى، لكن عزيمة وما عزيمة ما تسمح لنا فيها، ولا تلزمنا في الأمور هذه بشيء. أنت واحد منا ذا الحين وفلوسك في جيبك وبناخذها. أما عزيمة ومواعيد أعذرنا مرة سمعت ولا لا. والمحل محل للجميع. ها الحين كلبونا واحدين، وعلى عشاء على الجميع، ولا فيه أحد عند أحد يوعده. جزاك الله بالخير يا أبو ماجد، والله يكثر من أمثالك ويكثر خيرك. طبعا الكلمة الآن مع الأخ فيصل عبد الرحمن، حياك الله. السلام عليكم يا أخويانا، الله يمسيكم بالخير جميعا. والله نبرك الساعات اللي جمعنا، إن شاء الله الله نجمعنا إحنا وإياكم في جنة إن شاء الله. ونشكر اللي قايمين على المنتدى هذا، ونقول بيض الله وجيهكم. أولا تطرقنا النفل الله يرحمه، وادعوا له بالرحمة إن شاء الله. نفل طال عمرك سبب إنه ردني ووجدني تركت الحرس الملكي، جاء علي قصة مرة، وأنتم تعرفون البرج اللي جنب المزرعة، كل من داقشه يجينا منسح بيقولنا لقيت لي جني، ورحنا لاله ولعبنا كرة لجينا الساعة 2، ويوم جيت للعريف إبراهيم سالم وهو الرقي، قال أنت متى جيت؟ قلت جيت الساعة 2، قال دور لك وكيل، قلت ما لقيت أحد، قال رح ترى أنا بأخذ بندك الله يرحمه ويبيحه. داقش طال عمرك يوم جت الساعة 7:30، أنا في 7:08، من 7 إلى 8 لف علي الساعة 7 وراح، أخذ نص ساعة وجاء معود لأني نايم واقف وياخذ بندقي. داقشني هلال الله يرحمه يسكن في سيح جناته، هلال يدخل الله، الله يرحمهم كلهم إن شاء الله وادعوا لهم.
ابن دقوان قال ابن دقوان اول دخلني في العطاء ابراهيم سالم العريف ابراهيم سالم. جيت وسلمت على ابراهيم سالم قلت هذه العهد الرصاصه اللي بقي عندي وسلم لي على نفل وتراني تاركنا الحرس الملكي. رحت لسيارتي تخبرون المواقف اللي عند الدوار شغلت سيارتي ومشغلت سيارتي ضرب ابراهيم سالم راح وعلمه. ويوم جيت عند الدوار له واقف قال وين رايح يا ابن جريو؟ كان اسمي عندكم اسمي في الحرس عيل جريو. قلت له تاركنا العسكريه ما عاد ابيها. قال والسبب؟ على حساب اخذت بندق؟ قلت لا والله ما ابي على حسابه. بندق الدوله ولقيت نايم واخذتها. قال والله ما اصير سبب في قطع رزقك. ارجع وبندق يسلمك يا ابراهيم سالم وانت ترجع مع اخوياك. والله ما يلحق شيء. تخبرون عندنا غرفه اسمها مرضي لو جاء فيها الواحد ياخذ اسبوع ياكل النامس يعدم عداء. و عارفه فهد وقدامها باسبوع اخذ فيها 10 ايام. امتهاوشن انا وخالدي وحطينا فيها ودب طلعت منها. قلت والله ماني بجاسم في الحرس الملكي. قال والله انك ما تروح وإن ما يلحق شيء. قلت أنا ما بدي معادب العسكري. قال والله ما تروح وأنا سبب في المشكلة هذه. ارجع إذا بغيت تروح بعدين رح ادعو له بالرحمة. والله أني كل ما ذكرت من ما نسيناه إلا لا أدعي له سمعت ولا وادعو له سالم غازي إن الله يشفيه إن شاء الله. والله أنا من خويانا اللي لهم مقدارة عندنا كلهم ونسأل الله أن يجمعنا حنا وياكم كل سنة على الطاعة وعلى علم الغانم. وابو ماجد اول عزمكم ونباكم تلبون عزيمته نباكم تجونا الزياره. طيب شكرا 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 لاخ فيصل بن عبد الرحمن. طبعا سميه لابد بيقول كلمه الليله. تعرفون منه سميه؟ منو عيضه؟ من لا 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 عيضه محمد. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. هذه الفرصة السعيدة اللي التقينا بأخويانا والساعة المبروكة مع أن الملتقات الأولى ما كنت موجود في الملتقى الذي كان في مكة ولكن والله ما صار عندي خبر فحبينا نحضر ونشاهد أخويانا ونلتقي بالجميع. سأل الله اللي يديم علينا وعليكم نعمة الأمن والأمان والاستقرار ونعمة الإسلام وأن ينصر أخوانا وجنودنا الذي على الحدود الجنوبية وأن يرحم شهداءهم ويشفي مرضاهم. والحمد لله على كل حال هذه المدة اللي قضيناها في المسلك العسكري أكثر مما قضينا مع أهلنا وأولادنا. والحمد لله على كل حال نرجو منكم السمحان من الجميع انكم متسامحين والحمد لله على كل حال. والله يا اخوان ان ودي يكون اقابل كل واحد منكم في كل لحظه ولكن ظروف الدنيا هذه والحمد لله فانما هو الفرصه الطيبه اللي التقينا بكم اليوم ونرجو منكم السماح جميعا والله يوفق الجميع وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طيب شكرا لأبو محمد. طبعا صاحب الحلة له كلمة. الأخ تركي بن منس كيف حالك يا تركي؟ طيب شو أخباره؟ سعد لي لأنكم جيتوا. أول شيء مساكم الله بالخير والله يحييكم والله إن أعز ما شفت الوجه هذه اللي لنا عن بعض 20 سنة واللي 15 سنة واللي والله إن بعضهم والله تغير علي ما عرفته الليلة ولكن الله جمعنا والله يجمعنا نحن وأنتم في جنات النعيم والمنزل منزلكم والله يحييكم والله أعز من جانا وأعز من ضامنا. وأنا والله بطلبكم طلب والله بطلبكم طلب وإن شاء الله ما تردون
قولوا لا إله إلا الله، صل على النبي. أنا لو أجمعكم استغفر الله مدري إيش. أسمع، أنا لو أجمعكم بالضوء على قول الرجال ما جمعتكم زي الليلة. فالشيء هذا تخلونه إن شاء الله، ما تردوني، تخلونه ضيفة الحلة. والله كان لي حشمة عندكم فأسمع، قل لا إله إلا الله، قلوا لا إله إلا الله، خلوا هالمرة هذه علي. وبعدين الملتقى ما عاد بقول في شيء إلا أقول الله يحييكم، الاستراحة استراحتكم. ألا بغيت مو في مكة؟ بالله عليكم أنا شوفوا والله العظيم إن أعز من جاني أول شيء محبة، والله والله اعتبروها. وكل ما كل رجال له واجب والله العظيم. أنا ما وأول شيء والله العظيم رب الكعبة إن أسعد ليلة عندي يوم جيتوني والله، والمحل محلكم والله. نحن ما نحن مسوين شيء لكم، هذا ما هو شيء والله. لا لا مرة مرة اسمع اسمع، صل على النبي. ما نقدر نعين الرجال ونوافق معك مرة، ولا ترضاها انت، قل لا ترضاها انت. لا 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 صل على النبي. كيف الحال؟ والله اننا ما عاد نعم. يا اسمع اسمع انت شو والله نجح عليك. رد على تركمانسي، رد على تركمانسي، رد على تركمانسي، رد على تركمانسي في عزيمته. يا ابو منسي، اول شيء الله يجزاك خير. معلش معلش يا الربع، دقيقه واحده، دقيقه واحده يا الربع. اول شيء يا ابو منسي اللي قدمت انت واخوانك نشوفه شيء كبير، واشكل من الضيفه، واشكل من 60 ضيفه، وبيض الله وجيهكم ولا قصرتوا، والله يجعل في موازين حسناتكم علمي وسلامتكم. لا تكثر الكلام. الله يمسيكم بالخير جميع. شوفوا يا رجال، هلا 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 ومرحبا بكم. بقوم مرحبا، حياك الله، مساك طيب. اسمعوا اسمعوا، فيه نعمة ضافية على أن نحمد الله ونشكره واستثنوا فيها وحمدوا ربكم عليها. الأمانة اللي جمعنا اليوم كل واحد من بلد، وجمعنا سن اخوان اليوم، فالامان ولا الامان والله ما نجتمع، ان بعضنا محاربين بعض اليوم. مر الله ان يعز دولتنا ويرحمنا ويضفي الامان علينا دبه الحياه، ويثبتنا على هالامان وعلى هالمحبه اللي الله حطها بين قلوبنا. والامان هو هالامان اللي جمعنا وخلانا عيال رجال الواحد، وحمدوا ربكم اشكروا عليه. اللهم لك الحمد والشكر. الله يجزاك بالخير يا ابو ماجد وجميع الاخوان، شكرا لك يا ابو منسي واللي قدمته في الخير، وبيض الله وجهك. طبعا يا اخوان بالله، مرزوق شداد انت مسوي صج، الله يهديك ويصلحك. اجلس 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 بالله لو سمحت من الربع. طبعا اللي ما سجل اسمه يروح عند احمد القرني. في اخوان جو متاخرين، اللي ما سجل اسمه يروح عند احمد القرني. خلاص طبعا فيه بس اجلس في سالفه تصديقا لكلام ابو محمد اول يوم قال المسامح وما المسامح. انا واحد من زملائنا قابلته قبل الملتقى، قلت له الملتقى الليله، على الليله هذه. قال لي الملتقى الليله؟ قلت ايه. قال لي بيحضر فلان وفلان؟ قلت ايه بيحضرون ان شاء الله، طبعا هم من اخويانا. قال لا والله ان كانوا بيحضرون انا ما نحاضر. قلت ليش؟ قال والله يعذبوني في العسكريه. قلت يا ابن الحلال، اللي راح راح، واللي وانسى اللي الماضي، ان كان مندقق في الاشياء اللي حصلتنا من العسكريه ما تقابلنا الليله. والله صدق
لو بنتدقق في الكلام اللي حصل عليك في العسكرية خاصة القديمين والله ما يمكن تقابل ولا واحد، لأن العسكرية زي ما تفضلوا الأخوان قشرة، واللي بيتعامل معها زين ممكن. طبعا قلت لي يا ولد بالله تسامح أخويا أنا ولكن رفض. فمن هذه النقطة نبغى اللي يعرف واحد من أخويانا زعلان على أحد ولا كذا يحاول أنه ينصحه ويقنعه أن المسامح كريم واللي فات مات وأشياء ما لها، والحمد لله زي ما قال أبو ماجد، بس أبو ماجد ما كان شديد في العسكرية عشان كذا ما حد زعلان عليك. الرجال هذا أنا مسميه طقطق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومساكم الله بالخير جميعا. أنا أشهد أن هذه الليلة ليلة عيد وفرح للجميع واجتماع الوجيه الطيبة المسفرة، وهذا من طيبكم أنتم الشيوخ وأبناء الشيوخ وعلمكم غانم من يوم عرفناكم، ولا فيكم إلا العلم الطيب. احنا بعضنا مكمل لبعض في الاجتماع في مناقشة، ونشكر الأخوان القائمين على هذه الاجتماعات والحفل السنوي، وهذا مما يدل على رجولتهم ورجولتكم أنتم، ولكم منا جزيل الشكر. ونقدم التهاني لخادم الحرمين الشريفين وولي عهد الأمين بالعام الجديد، أن يجعله عاما سالما من المشاكل والأحداث، وأن يحفظ وطننا من جميع من هو طامع فينا، وأن يشغلهم في أنفسهم، وأن نرحم على شهدائنا الذين يذودون عنا الحياض الوطن، وأن نذكرهم في كل صلاة أن الله يرحمهم. كذلك نطلب من الجميع الدعاء لولاة الأمر وللشهداء، وأن يحفظ أمننا من كل عابث، وأن يجعل كيده في نحره، والله يجزاكم خير. وهذه كلمة بسيطة لكم، ولا نوفي حقوقكم جميعا، كلكم إن شاء الله أطيب مني وأطيب طيبكم ماشي إلى الأبد إن شاء الله، والله يجزاكم خير. وهذه فرصة سعيدة لنا ولكم في الاجتماعات الطيبة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بيض الله وجهك يا أبو حمود. الآن الكلمة مع عندليب القروب، أنا مسميه عندليب القروب، اللي هو سعد عواض. يلا يا أبو بندر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يمسيكم بالخير ويسعد مساكم. أول شيء الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الله يجمعنا حنا وياكم على العلم الطيب. وأنا سعيد أني مجتمع مع هذه الوجيه ومع هذا الرجال أهل الوقفة وأهل العلم الطيب وأهل العلوم الغانمة، وإن شاء الله أن نموت حنا على الغانمين وعلى العلم الطيب. الثاني حاجة، طال عمرك أتمنى من جميع الزملاء الحاضرين واللي غايبين، فرحنا واحد، جمعتنا واحدة، سواء لخوينا أو سواء الولد خوينا. فحبيت أقول لكم الكلام هذا، وأنتم إن شاء الله أهل الوقفات وأهل العلوم الطيبة. الثاني حاجة، أتمنى منكم إن شاء الله أن كل واحد منكم الزملاء هذراء الموجودين والغياب لا يشيل أي رداء على خويه، أي حاجة تكون طال عمرك فيه يكون قلبه نظيف. فجزاكم الله خير، ونشكر اللجنة الذي قامت بالحفل هذا، وبيض الله وجيهم، وهذا ما هو مستغرب على الرجال. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والانقطاع ما هو طيب، الله يعطيكم فاصل ونواصل، الله يعطيكم العافية. شكرا لأبو بندر. طبعا نشكر، السبب الأول في
تكوين فكرة الملتقى والاجتماع اللي هو أبو تركي الله يجزاه بالخير ما قصر، تعنى وسوى جروب وتعب فيه وفي إزعاجات لكن الله يوفقه. طبعا الكحلي يقول أنا عندي مشاركة بس والله ما أدري عندك شيء. طبعا في شيلة اللي يبغى يشارك في الشيلة احنا بنفصل السماعة هذه اللي جوا والسماعة اللي برا شغالة، اللي بيشارك في الشيلة لا 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 لا, لا فيه ناس ما يبغون. طيب الأخ محمد بن عوض عنده مشاركة يقول مساكم الله بالخير جميعا. أول شيء بيض الله وجيهكم متقاعدين الحرس الملكي سطرتوا مواقف لا يعلى عليها. أول شيء وقفتكم مع خويكم خويتم استقبلونا بجاله قالوا والله الحرس الملكي سطرتوا موقف لا يعليه يشاد به، وقفتكم وقفة رجال وعلوم رجال. الوقفة الثانية تكريمكم للمطيري راح في أنحاء العالم قالوا متقاعدين ويكرمون لواء يعني يتكلم عنكم دكاترة وتكلم عنكم ألوية وفرقة قالوا ما شاء الله تبارك الله متقاعدين وشياب وهذا يكرمون لهم لواء. فالله يعطيكم العافية ترفعون الرأس وخوتكم ترفع الرأس، كل من مشينا معهم طول حياتنا أخوتكم ترفع الرأس ويعطيكم العافية. شكرا يا أبو قلاص. جميعا بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أولا نشكر الله سبحانه عز وتعالى الذي أبقانا أحياء حتى نجتمع من بعد ما فرقت بيننا ظروف الحياة، واللي كل عارفين راح في طريقه بعد التقاعد. ثم نشكر الأخ سعيد أو سعد سعيد الذي أنشأ هذا القروب وجمع بيننا والله يجعلها في ميزان حسناته. ثم نشكر اللجنة المنظمة لهذا الملتقى والملتقى اللي سبق، لأن هذا والله إنهم يشكرون عليه وإن شاء الله إنهم ماجورا عليه. جمعة أخويانا بعد سنين طويلة والخوي كالرفيق. الشيء الثاني الأخوان طلبوا قصيدة وإحنا الحمد لله القصائد موجودة والخيار للجمهور. تبغون جنوبية تبغون نظم ايش تبغون وطنيه نبه وطنيه اللي يجي اللي يجي. ها لا 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 وطنيه والله انا 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 ذا كان اسمع انا ليش سالت عن الجنوبي انا اكثر المتواجدين كلهم من الجنوب لكن أنا ما مشكلة إذا بتختارون أنا بعطيكم خياركم إذا بخياري أنا أبعطيكم اللي الله يجيبه. أنا الحمد لله عندي قصائد كثيرة بس ما أحفظ منها إلا القليل أكثرها مكتوبة معي ديوان في الجوال، لكن في قصيدة لها قصة يعني فالقصيدة دائما تحلو مع القصة. أنا قبل فترة من الزمن جيت ليلة المغرب وقالي أصحاب ثلاثة في مكتب عقار وأذن المغرب دخلت عليهم قلت بترجعون بعد الصلاة نسولف ونتقهوى. قال واحد والله أنا بروح أعبي لي أنبوبة ما أنا فاضي. قال الثاني أنا علي قوبة بروح حلق. قال الثالث أنا عندي شغل. شغلت سيارتي ومشيت رحت المسجد منهم واحد ركب معاي في السيارة ورحنا المسجد وصلينا المغرب وخرجنا من الصلاة. وإذا في واحد برضو من الحارة شروة من عندي وهم رجال كلهم في خير شروة كلهم طيبين بس أحيانا يحصل بعض الظروف اللي غيره. قال الدل عندي أبو طارق وإذا أخوي اللي معي قال لا عندي قلت خلنا نروح مع فلان نتقهوى عنده. رحنا وتقهوينا وأذن العشاء وصلينا العشاء ولحقون أخوانا كلهم اللي اثنين الغائبين وإذا اكتملوا الثلاثة حطيت بيتين ذاك الحين من حسيت بغى يجي في خاطري شوية تزعل أنا لأني ما أنا عارف بيني وبينهم شو ولا كان فيه يعني مسبق لله المعرفة لا المعرفة موجودة لكن ما في مسبق لزعل أول شيء يجب أن أبادر بالكلام هذا. تعشينا
حطيت بيتين ما ردوا لا خبر، مشيت ورحت البيت وما نمت لين غلقت القصيدة. القصيدة يقول أقصد عاد في الرجال اللي احنا قلطنا عنده، يقول سلام يا بيت اللي الضيف مدهال، بيت الوفا والطيب وصل العروبة، بيت اللي اجى الضيف يلقى سعة بال يلقى الشباب والكلمة، هل محسوبه ما هي بيوتلي شكو بعض الأحوال تشكي من أنبوبه وشغله وقوبه، بعض العرب دائم على الدرب نزال يعطيك ما تطلب، ولو كان ثوبه بيته لضاف الله مقفى ومقبال مفتح البيبان مرهل مثوبه، وبعض العرب حط على بابها قفال معاقب نفسه بلي عقوبه، هذا كماله ساير على نهجه ولا يغير الحال يشوف في تغيير نهجه صعوبه، هذا كماله في الجميله ولا فال له بصايبها ولا هي بصوبه، وهذا البنادم بين حلا وترحال اليوم ينصونه بكره غدو به، الله يا رب عليك التوكال يا خالق الانسان وساتر عيوبه، يا منشي ان الغيث سيلا وهمال في مقدمه تمزون حقق نصوبه، طالب كترحمنا غدا من يوم الاهوال في ماقف تشتد فيه الرطوبه وختامها صلوا عدد خلق الاجيال على النبي عداد نسل الهبوب وسلامتكم. جنوبي تبغون الجنوبية؟ ايوه غزلية. ابو حامد انت باقي قلبك اخضر والله منه ايه والله منه من انت شباب يابس من يوم الامور هذه ما في خضار بس لا 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 وجد روحي على أيام مضت ليتها تعود تعود حتى نقارن بين حاضر وماضي، الماضي اللي خذاكم الوفا والشكالات، كان الرجل اللي وعد يوفي في وعده ولا يبور، من دون ضيفه وجاره والرفيق الموالي، من دونهم يبذل المجهود لو كسر ساقه، رغم ان ذاك الزمن فيها الحضاره بسيطه، لكن كان الوفاء من طبع ناس نشوفيه، واليوم جتنا الحضارة بالبلا والتأويل، جتنا بقصات وجتنا بلبس البناطيل، الضيق اللي يبين كل شيء بتفصيل، وجاتنا بالقطيعة بين الأقراب والجار، الجار ما يدري عن جاره ولا عن رفيقه، الجار ما يدري عن جاره ولا عن رفيقه، وبعضهم قاطع عن عمه وجاره، وبعضهم قاطع عن عمه وخاله وربعه، تلقاه يشكي مآسهم وناس المعارف، يقول بمن على نفسي ولا بغير رفاقه، ما يدري أن الرفاقه درع في يوم الأزمات، لجا نهار الرفيق احتاج فزعة رفيقه، ما يبدي إلا رفيقك ما بده لا المصالح، الله الله يا لا 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 لا، ما أدري البلا في البشر ولا في نهج الحضارة، لا لا بلا في البشر ولا في نهج الحضارة،
ضيعت والله ما بدأ شيء لا صحة أبداركم والله يبيض وجيهكم. بيض الله وجهك وصح لسانك. صراحة ممتعة الفقرة الأخيرة هذه ما شاء الله تبارك الله مميزة. أشوفكم تفعلتم معها. طيب كيف لو قلت غزل؟ لو قلت غزل وش بيسوون؟ شوف بس يوم شفت أوصاف البنطلون وهذا العرب تحركت. طبعا نستمع الآن لشيلة بسيطة هنا بس عشان التصوير وبعدين نبغى نشارك برا. اللي يبغى يشارك هنا وإحنا وقوف بس عشان التصوير بس. الله يسعدكم. I'm not afraid.
I'm
في أجمل في تمام في حفل شيخ صوت أعطي.
ليلة كأنها من نورها ليل، عيما يفضي كالعيد.
سرجت فكري وانت